قالت الفنانة هالة صدقي إن اعتذارها المفاجئ عن فيلم نظرية عمتي كان بسبب تغيير مخرج العمل إسلام خيري، وهو المخرج الذي بدأت معه جلسات التصوير والبروفة، حتى فوجئت بعدها بإسناد العمل لمخرج آخر مما جعلها تفضل الاعتذار. والعمل من إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة نيو سانشري لصاحبها وليد الكورتي. وفيما يتعلق بدراما رمضان المقبل، قالت صدقي إنها حتى الآن لم تستقر على أي من الأعمال المعروضة عليها، حيث لا تزال هناك عدة مفاوضات بشأن أكثر من عمل. والأبوة عدل، والعدل فوق القانون، والرحمة فوق العدل. يا ريت هم الدنيا أكل يا محل.